السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله عندي فيديو بولاية تيزي وزو. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار، ربي إن شاء الله يخطرنا ويحفظنا، قدرنا ربي العالمين، ونجيب لكم جديد إن شاء الله يا ربي. خوتي، هذه الطريق هذه يعني وعرة، يعني كيكو كاين بلدية تجلابين. أتمنى لكم طريق السلامة. هذه بلاصة اسمها ثنية. البلاصة هذه كي يكون كاين المطر، على بالكم فيها الطريق هذه فيها بومباج، يعني لازم تساعدوا رواحكم على قد ما تقدروا، وخاصة أصحاب الوزن الثقيل. يعني كمل هنا، تروح ديرك دلس زموري، ولا تكمل ديرك تموتك بالطريق بومرداس. طريق تيزي وزو بجاية. هنا تدخل، تحب تدخل الثنية تشد الأدروات، تكمل ديركتك بالطريق تيزي وزو طريق قسنطينة. وهنايا راحين نخرجوا من طريق قسمطينة الفويرة، وندخلوا طريق بجاية تيزي وزو. هنايا تشد لادروات تروح قسمطينة الفويرة، تشد لاكوش تقبض طريق تيزي وزو. الجزائر ومرداس راهي سيركيلاسيو كبيرة. شوفوا خاوتي الجهة اللي من هيه، يعني لازم الإنسان دائما يقرب للطروارونجي والناس كاملة تمشي في البيستا. شوفوا الغبار اللي راه من هيه. هذا منين؟ من الثقافة المرورية نتاعنا. تشوفوا للأسف يعني هنا كنت بلوكي الطريق، تولي الناس كاملة تمشي في البيستا. ربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا. شوفوا كامل الغبار هذاك اللي راه من هي، كامل الناس تمشي في البيست، الناس كامل مقلقه، الناس ما كانش اللي راه حالة راهي خضره. الله يبارك ما شاء الله، ربي ان شاء الله يحفظنا ربي بلادنا. سان خاوتي كي تكون يتمشى بعقله يروح وين يحب، ما يتقلقش برك. خدمة مش رايحة تخلاص، ويعني إنسان يأكل ويصلي ويقاري ويشوف ويفيري في روحه وكلش فايت. إنسان كي يروح لداره بخير ولا يروح المكان العمل نتاعو بخير، هذه هي الصحة والدنيا ما فيها. الفيديوهات هذو خاوتي اللي راني ندير فيهم، كاينه ناس ما راهيش تخرج من ديار، كاينه ناس اللي راهي في الغربه، كاينه ناس يعني تشوف بلادها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، يعني دائما يعني كي نديرهم. كاينه ناس اللي عندها بزاف في الغربه ما روحوش لديارهم، يعني يشوفوا بلادهم الحبيبه. ربي ان شاء الله يحفظها ويدعيوا لنا ربي العالمين، يقدرنا ربي العالمين، ونجيب لكم جديد ان شاء الله يا ربي. والله يا خاوتي الجزائر يعني الله يبارك، والله قارة يعني الله يبارك. عندي بزاف يعني، وانا كل خطرة نخدم في ولاية والله يبارك، كاينين بلايص مازال ما زرتهمش لحد الان. يعني شوفوا الله يبارك، والله ما شاء الله جنة الرحمن في الارض. ربي ان شاء الله يحفظنا رب العالمين الجزائر وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين.
دخلنا في سيركيلاسيو راك تشوفوا الكارثه وين تولي الناس تمشي في البيستا يعني والله العظيم سياق اخوتي راه فن واخلاق وتربيه. دوك هنايا يوليو كامل يوليو يزيروا اقصى اليمين علاش باش يتمشاو في البيستا. جيت لابيست هي اللي تمشي ولا دروات اللي في النص اي بلوكيو كامل. انا حبسنا هنا ياك تشوف مانيش عارف اش كاين يعني اشغال ولا سيركيلاسيو برك ولا مانيش عارف. عرفتي لازم تكون انسانيه يعني السائق هذا راه مسؤوليه كبيره متحملها لازم يكون انسان يصبر لازم يكون انسان يقدر الكبير الصغير انسان مش غير يعفس في خاوته برك. هذه هنا يد دخلة تاع برج ملين يعني دائما فيها سيارات كبيرة هنا والله كارثة. رجعوا فوتي بالسيف مش غير في البلاصة هذه يعني والله دائما يعني تشوف واحد الحوايج وما تقدرش تهضر حتى ومش غير واحد ناس كامل يعني امر عادي خلاص تغبر ناس على بعضها قادرة تلك حجر قادرة تكسر لك كارو قادرة تقيس واحد تضربه الراس وتقتله قادر يعني تفريني وتسكت وخلاص. حتى يعني والله حتى اصحاب الحافلات يعني يمشيوا مع الطريق هذه ما تلقى كيفاش تدير ومش كيلو ولا زوج اللي قال لك والله هاي حافلة ها هاي هاز 70 واحد ولا 80 واحد شو هذه مش كارثة هذه. تالي اللي يمشيو في الجهة هذه اللي منا بلوكي وخلاص قليل وين يتحركوا علاش هالطريق هذه اللي تمشي جهة الأدروات تاع البيستا هي اللي تمشي وهنا كنت تسرع الطريق ولي اسمه يكسيري لي نورمال يولي حتى يمشي 100 في البيستا عادي. شوفوا الغبار شوف انسان نورمال ما دام الطريق تحرك ما يخرجش الانسان البيستا علاه تخرج البيستا حتى وراها الطريق حابسه خلاص عليها انا نروح ندير اونجي الناس والله. شوف هربينا شوف شوفوا خاوتي 300 قادر تطير له حجرة تكسر لك الكارو ويقول لك ما عندي ما راح ندير لك لازم تعس روحك على قد ما تقدر. ومش غير كيلو ولا زوج ولا بزاف تحبس معليش تحبس بس عم بعد تولي مجرد انك منين تفريني الطريق واللي يخرجوا ل لابيست وكون يعني تتجرأ يعني وتهدر ولا تسكر الطريق تقاري فيها ما تفرعش لازمك تهز مع على بالي شو تهز يعاركوك الناس عادي ويهوشوك ويقول لك انت علاها وعلاها خليني ندوب لي تولي انت الفوتيف انت اللي ماكش مليح. دوبل على دروات على قوش هذا دخل في الحفر الروس وراه تاعو مرت صورو كاع طارو عادي المهم يدوبل ما يهموش ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا ان شاء الله يا ربي. هنايا تقدر تدخل برج ملاين ولا تكمل دلس تيزي وزو
هنا يا طريق الناصرية دلس تيزي وزو. هذه من هنا يا وروح الله يبارك كامل عنب داليا ربي يبارك المولاها إن شاء الله. الله ضروته الله قوشك شو ما شاء الله ربي إن شاء الله يحفظنا ربي الجزائر. هنا يعني محدين السرعة تشوف يا دبل فواب صح ممنوع تفوت 80 وكما الوزن ثقيل ممنوع يعني يدوب لي يكون يلقى طوموبيل هنا يا والله ممنوع تدوب لها علاش طريق ضيقة شوية هنا يا احنا هنا يا كينا دورة فوتها دخلك الناصيرية احنا نكملوا دروك تيزي وزو بغلية اتجاه ان شاء الله البجاية ان شاء الله. اليوم راح نديروا فيديوهات في طريق ادكار لو وصلنا ربي بخير وعافية ربي قدرني ان شاء الله ونجيب لكم الجديد. هذا بلايس هنا يا ريستورا هنا يا اللي حوس يصلي والله يقاري يتغدى ولا حاجة يقاري في الباركينج هذا هون بعد يكمل الطريق تاعو او مطعم ثاني اخر ما شاء الله. الطريق هذه صعيبة في المطر فيها الانزلاق بزاف فيها البومباج راكم تشوفوا الجدار هذا تاع الطريق المزدوج كامل مكسر منين من حوادث المرور. شوفوا خوف ربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. هنا رانا لحقنا الحدود نتاع ولاية بومرداس وراح ندخلوا ان شاء الله في ولاية تيزي وزو ربي ان شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد ويحفظنا ربي العالمين الجزائر. عاونونا خاوتي باللايك وبالجرس وبالكلمه الطيبه وندير جزء واحد اخر فيديو واحد اخر في ولايه تيزي وزو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.